في الفلسفة والدين كلمة جهنم هيل في المعنى الأعم ليها بتشير لحالة سيئة لما بعد الوفاة، لكن أي تعريف لجهنم بيكون له عدة أبعاد. على سبيل المثال المدة، مؤقتة ولا دايمة؟ طبيعة الجحيم، هل هي حالة وعي ولا حالة انعدام تام للوعي؟ عذاب نفسي ولا مادي؟ وإيه هي الغاية من الجحيم؟ بعض الديانات الشرقية بتعلم إن بعد الموت العقاب بيقع على الوعي لمدة مؤقتة قبل ما يتم إعادة تجسيد الوجود مرة أخرى في صورة مادية جديدة، ريكارنيشن. الفكرة اللي بتعد جانبية نسبيا في الديانات دي، وبتعتمد على فكرة إعادة الميلاد مرة تانية. في مناقشتنا هنركز بصورة أساسية على فكرة جهنم في الديانات الإبراهيمية التلاتة اللي فيها فكرة جهنم محورية للتعاليم الأخروية eschatological التقليدية عن اليوم الآخر. الفكرة اللي محورها إن أحداث التاريخ بتبلغ ذروتها فينتهي العالم كما نعرفه، ويعيد الله إحياء الموتى جسديا وروحيا، ويقيم الحساب ليكافئ الصالحين ويعاقب المخطئين بإيداعهم في مكان من العذاب أبدي. لكن الفلاسفة واللاهوتيين بحثوا بعمق في فكرة الجحيم وطرحوا عدة صور ورؤى للفكرة دي، إما إنها انعدام تام للوعي أو الحد من القدرة على الاختيار أو إنها فكرة بلاغية بلا وجود مادي حقيقي. لكن بعيدا عن طبيعة الجحيم، جهنم بتشكل إشكالية للاهوتيين كفرع محدد من إشكالية الشر The Problem of Evil. لو الله كما يدعي المؤمنين كامل القدرة المعرفة والمحبة، يبدو أن من غير المنطقي أنه يوقع عذاب أبدي نهائي مدمر جسديا ونفسيا على عباده. ودلوقتي فكر في الخطايا والمعاصي اللي ارتكبتها ومصيرك الأبدي بعد الموت. هل يا ترى في عقاب؟ وهل هيكون عقاب أبدي ولا مؤقت بغرض التطهير؟ وإيه هي طبيعة جهنم؟ صمت مطبق ولا عذاب في نيران أبدية؟ وإزاي إله كامل المحبة يوقع عذاب أبدي على عباده؟ هل بدافع من العدل أم احترام حرية الإرادة؟ ولو كان الدافع هو العدالة الإلهية، إزاي نقدر نفسر العفو الإلهي والشفاعة النبوية؟ فكر تاني.